بالخير، نحييكم متابعينا واهلا وسهلا بكم. فقرتنا الصباحيه الابراج من الحمل حتى الحوت، توقع الصباحيه، دائما اهلا بكم في نافذتنا الصباحيه نطل عليها وعليكم ان شاء الله من خلالها لحتى نتحدث عن ابرز توقعات اليوم. وطبعا اليوم هو السبت وبداية جدا إيجابية وجميلة لجميع الأبراج. طبعا اليوم من شأن هذه الزاوية أنه تعمل قمر طبعا العذراء اللي اشترك في حاكم بيت عطارد، هو من شأنه أنه احنا ما نقول يصعب لك المسائل، لكن على الأقل ربما تقضى حوائجك بالكتمان. يعني علينا أن نكون أكثر حذر في التناول، تناول المواضيع، وأيضا ربما علينا أيضا أنه نتناول مسائلنا بهدوء، لأنه هذه الزاوية المهمة اللي اليوم ربما تطل علينا من أيضا الأبراج المجتمعة في برج الحوت، هي من شأنها أنه تكبر بعض المسائل، لأنه الشمس تضعك تحت المجهر. بالعموم ناطرين حدث كلش مهم حبايبنا. قبل أن نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم، بس حبيت أنه أنوه وأذكر بالحدث الأكبر اللي راح يحصل، الخسوف والكسوف قريبا طبعا يوم 25 نشهد كسوف القمر في برج خسوف القمر في برج الميزان، يليها في الحمل راح يكون يوم 6 أبريل أيضا لكسوف الشمس في أعلى نقطة في شرف بيتها. هذه التفاصيل حبايبي أكيد لها تداعيات جدا مهمة، طالما نحن في فترة الظل دائما في حدث، الحدث يكون في الوسط، ثم يكون عندنا بداية الظل ثم الحدث ثم الظل بعدها. طبعا دائما تأثيرات الفلك أو تأثيرات الخسوف أو الكسوف تبقى لفترات محددة على حسب، يعني ما تقضى التأثيرات مباشرة بعدها. هسه تحت هذه التأثيرات اليوم اللي أنا أتحدث عليها، نخلي أو تخلون ألف خط، لأنه عصر الدلو اللي أنا تحدثت عليه واللي حكينا عن بلوتو اللي يقبع في برج الدلو الهوائي، ثم ظاهرة خسوف القمر راح يصير طبعا هو الميزان اليوم العذراء، بعد بكرة ينتقل إلى الميزان في شرف الميزان، أيضا يكون القمر لكسوف، وهذه الظواهر اللي ممكن أنه راح تكون جدا واضحة. قبل أنه نبدي أو نحاول أنه يعني نتحرف على هذه الظواهر، شنو ممكن أنه تعمل؟ طبعا دائما الأبراج القريبة أو الصديقة اللي تكون قريبة من هذه الظواهر، اللي مثلا خلينا نقول العذراء والعقرب، هم البيت الأول للميزان، هو العقرب البيت الثاني للميزان. ماذا يشهد العقرب؟ ماذا يشهد العذراء؟ بصراحة تغيير جدا إيجابي وكبير. هذا التغيير الكبير اللي اليوم إن شاء الله نحاول أنه نثقف عنه أكيد من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم. تعالوا ويانا لحتى نشوف معنا أول اتصال هاتفي ونتحدث من بعدها عن هذه الظواهر العملاقة المهمة في حياة جميع الأبراج. يلا إلى اتصال هاتفي معنا. خير. ألو. صباح الخير. صباح العافية. شلونك مي؟ في الدول عينك. منو معنا؟ مريم. مريم من وين تتصلينا؟ من ديالة. ديالة وهلها، أول مرة مريومة؟ أي، رمضان كريم. الله أكرم، يا رب يخليكم إن شاء الله كل سنة وكل عام وما يحرمنا من حسكم. مريومة، شلون هم ظاهر رمضان عندكم؟ شلون راح تستقبلون العيد بديالة؟ إن شاء الله خير وسلامة، وإن شاء الله أنتوا ويانا كل سنة. إن شاء الله خير يا حبيبتي، يصيبكم إن شاء الله الخير. طيب يا حبيبتي يا مريم، يلا، شلون حابة نساعدك وشلون تسألينا؟ أنت برج أختي، أنت شو برج أختي؟ طيب اسمها مين بنتين؟ طيب 13 86 العقرب 86 اي تمام. عن النصيب، نصيبها واقف ما يمشي للعقرب عن النصيب. اي دائما يعني تجيها ولا بعد نصير، وانت دائما قلت لها مش هرجع عشان عيد ميلادها يصير عندك وما صار عندها. اسمعيني طبعا احنا شلون؟ وعلى الصحة والرزق. طيب الصحة نقول أهم شيء النصيب. شوف اكو هاي الفترة ايش وقت يعني من المواصفات. تمام، اسمعيني يا حبيبتي. طيب طبعا القمر اللي راح يكون في برج الميزان مع جيتو في خسوف للقمر يوم 25 بعد بكرة،
ولا بعد هذا الموضوع ايضا نتجهز لظاهره كسوف الشمس في اعلى نقطه. هذه الظواهر بالنسبه للابراج اليوم اللي نتحدث عنها، يعني خصوصا للعقرب، ممكن نقول العقرب كان من يومين لسه حاير في قضيه، او ربما كان يناقش مسائل مصيريه. هسه المشاكل المصيريه اللي تتفرع وتختلف من شخص لاخر، لكن هو على الاغلب يا اما كان يناقش شيء يخص مسائل سكن، او ربما البعض الاخر كان يتمنى تغيير السكن، او ربما يتمنى التغيير. هذا التغيير اللي راح يحصل بفعل عصر الدلو اللي نتحدث عنه وابلوتو. بالعموم حتى ما نكثر عليك، سؤالك واضح معايا؟ شوفي، هذه المولوده ايش اسمها؟ ميم. شوفي، العقرب لهذا العام هو من افضل الابراج. هذا العام العقرب يحظى باجمل ما يتمنى، يعني كانت النساء وخصوصا هي 6-8، يعني طاقتها وطاقه الكود تبعها جدا ممتازه. وعلى فكره انا دا اقول ولسه اذكر انه نساء العقرب تكثر خطابها. هذا العام تتعرف لعلاقات اجتماعيه كلش كبيره وتكثر خطابها، وعلى فكره هاي المولوده ايضا تحظى بمقبوليه، وهذه المقبوليه راح تكون عن قريب، لانه ايضا اورانوس في اعلى نقطه في الثور هو من يأهلها لمفاجاه حلوه في البيت الثاني من ظاهره كسوف الشمس اللي راح تحصل في الحمل. فقريبا ان شاء الله نشهد او يشهد العقرب، لا بل نقول من امس، معايا مريم؟ وياك. من امس بلش العقرب انه يكون بافضل حالاته، يعني ممكن يكون في مجتمعات كثيره، ممكن تعرف على علاقات اجتماعيه، ممكن انه يعجب بشخص، هو يعجب بشخص، يفكر العقرب يبحث عن التغيير، والتغيير حاصل ان شاء الله. طوالع العقرب جدا ممتازه، يعني العقرب لهذا العام. شلون؟ على شهر الرابع اكو نصيب؟ شوفي، احنا ما نقول على شهر الرابع، احنا نقول 8 ابريل اي الرابع. ظاهرة كسوف الشمس اللي راح يصير في أعلى نقطة هنا، أكثر الأبراج المستفيدة هم 4 أبراج، اللي راح يكون الثور والعقرب والقوس والدلو وأيضا شيء من الجدي. تمام؟ ما ننسى الأسد همينة، ليش مو على أساس الأبراج النارية همينة؟ إيه، بس هذول أكثر الأشخاص مستفيدين، ممكن يستفادون من كسوف الشمس في أعلى نقطة. تمام؟ فإذا تتحدثين، اسمعيني، وقد يكون هذا الخاطب او هذا الشخص المتقدم، ما نقول اجنبي، نقول غريب، مو نوبات البنات يسالون ست قريب لو غريب، هذا واضح هو غريب، بس صدفه تجمع، او ربما شيء كان غائب من الماضي. بالعموم وعوده علاقات من الماضي، شخص تعرفونه انتم من زمان يكون من طرفه، شيء من هالقبيل هذا، يعني اللي واضح من تفصيل. دائما ما تقولي لي هيك، يعني تعطيني المواصفات وهذا، يعني لاختي بس انا بد ما تصير عندها. ما تصير، لانه المواجهات اللي تحصل احيانا للعقرب، يعني تدرين في اشخاص يعملون في مجال البزنس من برج العقرب، يعني يعملون في مجال صنعه الذهب والفضه والمعادن النفيسه والالماز والمجوهرات والتجاره العامه، ويشوفون يعني يواجهون صعوبه، هو يلعب بالمال بالذهب اصلا، تمام؟ لكن يواجه صعوبه، يواجه صعوبه. الكسوف يعني زين لهم؟ طبعا زين، راح اي والنوبه هي في تاريخ ميلادها عندها 86، 86 هذه رقم طاقه غير اعتيادي، جدا ممتاز. ان شاء الله، الله يبشرك بخير. تمام؟ تمام. حبيبتي، حياك الله واهلا وسهلا بيك، وان شاء الله يا ربي نسمع اخبار الطيبه. على فكره، يعني امس احدى متابعاتنا او الناس الاصحاب والاصدقاء نفس الطاقه اللي قراناها هنا، وكانوا كلش متاثرات، وكانوا كلش يعني حزنانين ولا وشلون وهاي، والحمد لله جاءتنا اجابات كلش حلوه، يعني حسب ما احنا حد شلون. ها بعد شويه يا مريم. مريم، يعني احنا شنو نقول؟ نقول الابراج تختلف من شخص لاخر، وطالما هي من برج العقرب، هو العقرب بصوره عامه، اذا نشوف اليوم حركه القمر والافلاك المؤشره فتعني عنده في بيت المال. الفترات القادمه للعقرب علاقات لغير المتزوجين، تمام؟ وايضا مال، قدره ماليه، يعني الشخص من برج العقرب بصوره عامه راح احكي، اللي يعني يفكر في بدء مشروع او اللي يفكر انه يعمل شيء يخص المال، والله يحصد ارزاق وتكون له اشياء كلش ايجابيه. مو انا اشوف العقرب، لكن العقرب هو بهذا العام عام المصالحات، عام الارتباطات والعلاقات الايجابيه،
وإلى مساحة كلش إيجابية في تحقيق أرباح، ربما خسر ورقة مهمة، قد تكون هناك خسارة ورقة مهمة، لكن التعويض قادم، قادم جدا، لأنه نتابع راهو في أعلى نقطة ثم جيتو بالأسفل، بمعنى الخير في أعلى نقطة للعقرب، وأيضا مو نقول الشر لكن نقول أصعب برج هو تحت منه، يعني عبر على الميلاد، فلذلك يعوضك يا عقرب الصحة والمال. طيب يلا إلى ألو آخر. ألو، ألو ألو ألو، صباح الخير. ألو صباح العافية، شلونك حبيبي ميوسة؟ يا عمري أنتي منو معانا؟ رمضان كريم حياتي نادية حبيبتي، الله أكرم، منو معانا؟ نادية من وين يا ندو؟ طيب قدنا الاتصال بنادية للأسف، يلا عاود الاتصال نادية، عيوننا إلج. طيب أيضا نروح إلى ألو آخر. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، رمضان كريم. الله أكرم حياتي، شلون تحكي؟ يا حبيبتي بخير وانتو سالمين. بلا زحمة، 2/9. طيب بس نتشرف، منو معانا؟ ميثاق من بابل. ميثاق، شلون صحتش ميثاق؟ حياتي في دول عمرك بعد عمري. حبيبتي ميثاق صديقة البرنامج ولا أول مرة تتصلينا؟ لا لا صديقة البرنامج. وين داد غايبة علينا؟ اي والله اتصل ما حصل، شو اسوي؟ يلا بركه اليوم سمعنا اخبارك الطيبه، شلون مظاهر رمضان عندكم؟ ميثاق إيه بابل إيه بابل ميثاق، اسال عن النصيب شو تبي؟ بابل راح نروح هسه ميثاق، بس قولي لي مظاهر رمضان ببابل شلونها وياكم؟ والله الحمد لله، والله خير ان شاء الله، رمضان خير من الله. اللهم اكرم يا رب ان شاء الله على امه محمد اجمعين وعلى جميع محافظاتنا العزيزه. طيب ميثاق يلا، راح تساليني عن عن إيمان لك ميثاق. طيب عن النصيب. أي برج هي؟ أي تاريخ ميلادها برجها؟ برج العذراء 2/9/2000. العذراء هي 2000 تسعة. تسعة 2009؟ أي لا 2002/9، مواليد 2000. طيب هي مواليد 2000، إذن يلا سريعا نتحدث عن إيمان بنت ميثاق. إيمان هو ترسيخ للمعنى. نعم. ميثاق الوعد، أو أنه أنا ممكن أخذ الوعد عليك، يعني بمعنى أنه يعطي شيء. ستميس هاي شو نصيب معك هاي؟ دائما تجيها قسمة وتتفلش. طبعا لأنه تاريخ ميلادها هو 2000، تمام؟ ستميس اكو نصيب عندها هاي السنه؟ يلا هسه راح نسولف لك ان شاء الله، شوف ان شاء الله. بعين مواصفات الدكتور، عيد مواصفات الشريك اذا ما تصير. بس سؤال اسالك، سؤال اسالك، صاحبه شعر متقصف مؤخرا هذه الفتاه ذو خدود؟ تمام بالضبط، متقصف شعرها وصاحبه خدود حلوه؟ صحيح. تمام، عنوديه تتشبث برايها يعني؟ طبيعي. مو صحيح؟ تمام صحيح والله. راح اقول لك قضيه طبعا. أي. هذه حصرا فقط للمواليد وللبصمات اللي مثل هذه الفتاة. شلون يعني؟ شلون يعني؟ اسمعيني حبيبتي. 2000 بعرف. أي. بعرف الفلك احيانا الفترات والسنين اللي مضت ممكن كانت تعمل لها تضاد مع النصيب او مع الطاقات اللي تصير. بس الفترات القادمه احنا هسه العام 2004، هذا ال 2000 يخدمها، يعني هاي السنه يخدمها. عدل اسمعيني، ممكن قدح ماء بارد فقط وتقرأين عليها الله أكبر 1000 مرة والبسملة أيضا 1000 مرة، وراح تسكبيه على رأسها إلى ظهرها ثم وجهها ثم أكتافها. هاي حالة استثنائية بنات، ما تطلبوها علينا على الهواء. ليش؟ لأن خطية هذه البنت هذه العام موعودة يعني بشيء حلو. اعملي هذا الموضوع يا حبيبتي يا عزيزتي يا ست ميثاق، وان شاء الله راح تشوفين النصيب على الباب على الابواب. اصلا هسه هي عندنا نصيب الشريك يعني قريب اقارب مواصفات بلا زحمه؟ لا ما ننطيش مواصفات بصراحه، ما اعتقد المواصفات راح تكون قريبه. بس مو قبل يعني ايش كم يوم جاها حكى بها انسان سيد، بس ما يعني سالنا علي ما عجبتنا مواصفاته. اسمعيني خليني اقول لك شيء، خليني اقول لك شيء. العقده القمريه اللي هو اسمه جيتو كان عندها في بيتها،
يعني كان هو في شرف بيته، هو كان عامل لها ممكن تتعامل مع علاقات سيئة، أو هي ممكن تكون سيئة المزاج، أو ممكن تكون معصبة دائما، أو ممكن تكون ضيقة الخلق، أو ممكن أنه تكون نزرة، أو ممكن تتعامل بطريقة غير لطيفة غير مهذبة. حتى أنت تقولين يا ماكو هيك حكي، ما يصير هالشكل، هذه ما يعني انت كأم مو راضيه على التصرفات اللي كانت تعملها. تتميس النصيب اللي يجيها زين هالصراحه عيديه وشوي. جايتك بعد روحي جايتك. فهذا الجيتو اللي كان ساكن في بيتها كان يجلب لها علاقات غير طبيعيه، او ممكن يكون الشخص ما كان يناسبها. هسه وين اصبح هو؟ اصبح في الميزان. وغدا شنو عندنا؟ بعد غد ان شاء الله راح يكون طبعا ظاهره لخسوف القمر في البيت الثاني عندها. ان شاء الله ان عملتي اللي وجهتك عليه اعتبر ان شاء الله النصيب قادم، ويكون وقد يكون من الشركاء اللي يناسبوها أو اللي في طوالعها من الرجال الشقر، يعني ممكن يكون بشرته بيضاء أو بشيء من الشقار اللي واضح. إن شاء الله يعني. إن شاء الله والله واضح أعلم. والله يعني أعلم. سنة 6 ميس لو بعد الشهر. لا احنا ما نحدد، تدرين ليش؟ لانه هي الطاقه بعد هي باقيه، الطاقه حلوه ماشيه، بس ما ادري انتم رايحين خطار، جاكم خطار من بعيد، هاي شنو وين لما قاعدة حلوة، مكان حلو، يعني إن شاء الله لمتكم حلوة. ممكن تكون اللمة يعني تخصها لخطبة أو لكلام يتحدث عنه، أن أشوفكم في دائرة سعيدة. يا رب خير إن شاء الله. طيب إلى ألو آخر. ألو ألو مرحبا. رمضان كريم، يسعد لي هالصباح. بنات حبوبات يا حلوات، نبتعد من التلفزيون، نسمع من الهاتف لطفا حفاظا على الاتصال. الى الو اخر. الو والله اني هسه اقول نبتعد من التلفزيون. الو 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 رمضان كريم. عليكم السلام والاكرام. رمضان كريم علينا وعليك. شفنا حبيبتي الغاليه، يسعد لي هالصباح. معك فاطمه بنت اسهار. فاطمه من وين تتصلينا؟ من بغداد. حي الله بغداد وهلها. أول مرة فطومة؟ أي أول مرة. يلا حياك، أهلا وسهلا. من وين من بغداد فاطمة؟ من العبيدي. وهلها مية هلا. عيني ست ميس، أنا أسأل عن نصيب ومواصفات الشركة، أنت حاجتك يعني على برجي. طيب أي؟ 22 سنين. إيش قد؟ 999. 22 سنين. 22؟ سنين. مواليد 99، رايدة يعني مواصفات الشريك حلو مو حلو. والله بناتنا عاد انتوا تدلعون علينا بعد انه بحلو مو حلو. تعرفين؟ يعني وعن نصيب. فطومة. ها عيني. أنا في تصوري البسيط، الجمال راح يقولوا لي أهو ميس، هم راح تقولي لنا جمال الروح. والله. يعني رايدة يعني كمواصفات، أنت شلون تشوفي؟ المواصفات. تعالي خلينا نسولف لك. اولا يا فطومه، فاطمه وازهار ولك انت حظك يفلق الحجر، فاطمه وازهار ماكو هيك شيء. لا والنوب كودك، كودك الرقمي اللي في خارطتك الميلاديه هو كود الذهب، مو في ارقام تعلى او في رنج او في عيار الذهب. عيار الذهب هو اللي ثلاث تسعات ومن بعدها الالف. شنو معناته؟ شوفي انت انسانه تكونين جدا سعيده في حياتك، ممكن يكتب لك السعاده والنجاح بحكم طبعا. وعلى فكره فاطمه من الاسماء القويه اللي لها تاثير هذا العام وحضور جدا ممتاز، يعني اللي اسمها فاطمه اللي كانت عندها وعكه صحيه اسم الله يا ربي كانت جدا جلل، خلصت من الوعكات الصحيه واخذت مراداتها وممكن تكون متفوقه في دراسه. حبيبي عندي نصيب هاي السنه. اي حلو، انا احب المختصر خير الكلام ما قل ودل. بس نحن شنو يا فاطمه نحكي ليش؟ لحتى الكل يستفاد من الخارطه اللي ايضا هي تخصك. بالعموم اذا 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 تتحدثين عن هذا العام عندك نصيب ام لا، فان شاء الله يا ربي تكتب الارزاق لك يوم 15/9. زين عاد حلو لا لا واضح. والله يما هذا الحلو كاتني يا عمه. اي والله اي والله فطومه فطومه والله داده حلو. اي والله حليه وهالولد وخوش ابن اوادن ومبين يعمل في صنعه حلوه. هسه شنو حلاق؟ لا لا ثلاث تسعات كودج ويجو صايغ الرجال. يلا يا صايغين الذهب بعد تحتاجي لك ذا هيك يعني يعمل صنعه ذهب. تدرين ليش؟ لانه الحمل باعي الشمس راح تنكسف يعني سرعتها كسوف في الحمل في اعلى نقطه.
وانت كودك الكوني يدل على الثراء والوفره والجمال، والشخص الشريك ممكن انه يكون معك ممكن يكون يعمل في مجال المجوهرات، تمام؟ ف 1099 انت 99، ف برافو عليك والله، والله هنيئا لك هذا الميلاد وهذا الكود. زين شكله شلون يكون شكله؟ شوفي اجمل ما فيه، اجمل ما فيه عيونه، بس اكيد مو هيثم يوسف، يعني ما يشبه هيثم يوسف. فطومه فطومه، احنا شو نقول؟ نقول الفطومه نقول كل بناتنا والله الشكل. شو لا لا لا، احنا دائما نقول الشكل الى اداء، يعني كاركتر الحضور. بس مو دائما الوسامه، ممكن انه يعني في شخص ممكن يشوفه وسيم لكن انت ما تقترب من عنده وتحاول تتحدث معه، احيانا الالفاظ والكلمات ممكن تضيع جمال الشيء. وفي اشخاص ما عنده جمال الشكل لكن يجذبك حضوره، يجذبك منطقه تفكيره. فانا اقول السيده شنو تحب، شنو تريد غير انه شخص يحتويها ويحترمها ويقدرها ويحبها لاجل ذاتها، تمام؟ فما يخالف البنات والله. اي والله داد الحلو مطلوب للامانه، الحلو مشكله مشكلته. يلا تمام، يلا الى الو اخر. الو، صباح الخير. صباح العافيه، شلون اسمك؟ عمري انت ميت. هلا منو معانا؟ تسلمي حبيبتي، وياتي بس. عفوا، ايمان. ويا ايمان شلون صحتك؟ والله زينه يا الله. من وين أمونة تتصلينا؟ من الموصل، صديقة البرنامج يعني. الموصل وهلها، مية هلا حياتي. طيب أمونة ايه 6/12 اللي منو؟ 1996. حبيبتي منو هذه القراءة؟ ايه هاي اسمها سهام. سهام بنت خيرية. طيب سهام بنت خيرية، شو تسألين عنها؟ ايه ورأيي عن صحته وعن الرزق وعن الانجاب. طيب تاريخ ميلادها شقد، يعني اي مواليد هي؟ هي 96. 96؟ ايه تمام. يلا تسألين عن الانجاب وبعد شنو؟ ايه وعن الصحة وعن الرزق. الإنجاب والصحة. 96، يعني إحنا إذا تحدثنا عن القوس، القوس طبعا هم طوالعهم العقرب، والعقرب موعود، فأكيد الوعد راح يخص أيضا أبراج القوس. هو هذا العام ممكن يصلح، هذا العام لهذه الأبراج خصوصا سهام وخيرية، يعني ممكن يكون لها حدث مهم، حدث مباشر أو أمنية كانت تتمناها، وهذا الشيء قد يخص الظنة أو الأطفال أو الولادات، يتحقق مرادها بأنه تكون عندها إنجاب. يعني هذا العام ممكن هذه الإناث متهيئة بطريقة جدا كبيرة. هو يبقى توقع بصراحة حبايبنا، ليش؟ لأنه عطارد هو علم ومعرفة وتسريع الأشياء وتيرة الحياة. فنشوف هذه المولودة خصوصا سهام وخيرية والقوس موعودون هذا العام بالإنجاب، يعني واضح معاها قضية إنجاب، جدا واضح قضية الإنجاب. وقد تكون هذا وممكن تكون حتى المولودة من الإناث، يعني ممكن تلد أنثى، لأنه الزهرة سعيدة هابطة في الحوت، وهذا الموضوع مع عطارد يهيئ لإنجاب الإناث أكثر، تمام؟ قد تكون هذه السيدة موعودة بإنجاب أنثى، وهذه أنثى تكون جميلة لأنه الزهرة هي كوكب الجمال، تمام؟ إيه. طيب إيش تسألينا بعد؟ إيه وعن الرزق؟ أنا قلت أيضا من الأرزاق، لأنه العقرب يخص مادة رزقية، ممكن علاقات اجتماعية كثيرة، وهذا الموضوع أيضا يحرك مع القوس اللي أيضا راح يكون يحظى بمقبولية وبشراكات جدا ممتازة، يعني مع هذا الموضوع. ما اعرف هي، شوفي باعي هذه المولوده كانها ساكنه بشيء يعني قهري، او ربما منزعجه من شيء في السكن، او مع ناس مضايقيها، او هي والله حابه. والله اسمعي، اني شنو دا اقول لك، يعني علاقاتها الاجتماعيه مو منيحه ابد، تمام؟ هاي انا سبقتش صح؟ تتخلص وتكون في انتقاد لمنزل اخر، خلي تفكر بهذه القضيه، ينجح مراداتها وان شاء الله
ان شاء الله يتحقق اللي تريده. هذا العام عام صعب، عام الامنيات، هو صح صعب لكن ممكن وننتزع الاشياء بصعوبه وممكن انه نواجه مشاكل، وكله وارد في هذا العام، وارد الخير والشر، وانت ان صادفت الخير يعني كبره، وصادفك الشر ايضا ابتعد عنه، فكل شيء وارد هذا العام. سمعت وعن وجهها وعن شعرها، يعني هي وجهها شويه يعني شيء بندب، بندب وقد يكون يعني شلون تحفرات او شيء على الخدود. ايه اي هاي تعمل صيام، تعمل صيام متقطع وتعمل تشيك لمنطقه الامعاء، الخلل والسبب في منطقه الامعاء، تمام؟ ايه جدا واضح. نعم تتميز. يعني هم برج القوس يعني تعطيني شيء على مود الأسمن وزني، يعني أنا كلش نحيفة. نحيفة يعني أنا ما عندي مساحة لحتى أتحدث عن بصراحة مسائل النحافة أو أعطيك الخلطة، طبعا أنه هي الخلطة جدا حلوة ممكن أنه نرددها على الجو، لكن بصراحة ما عندي وقت لحتى، وتحتاج بعض التفاصيل والأمور. إن شاء الله إيمان عود الاتصال بينا، ممكن أنه تأخذين دورك بشكل الطبيعي، ان شاء الله انا اساعدك بهذه الجزئيه. شكرا لك. والله حبايبي انا اول مره يعني اشوف انه على الهواء مباشره يبحثون عن شيء ممكن انه يسمنك، بس ما يخالف. صباحا اشربي ماء دافي. هاي شنو يقولون مو هذا ينح؟ لا لازم تنفتح المعده لحتى يكون عندك اقبال على الاكل، تمام؟ يلا الى الو اخر. الو 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 صباح الخير ست مي. صباح العافية. شلونك عيني؟ عزيزتي رمضان كريم. علينا وعليك. يخليك يا ربي. منو معانا؟ ويا شراب. منو؟ عفوا منو؟ أريد أسألك عن أختي. منو معانا؟ بس نتشرف بحضرتك. ويا شراب من الفول. رهف؟ إيه. شلونك رهف؟ حبيبتي انت شلون؟ فدوان عمرك، انا تمام بخير. رهوفه رهوفه من اي منطقه انت؟ رغد. رغد رغد من اي منطقه؟ رغد من واسط. واسط واهلها مية هلا حبيبتي تسمعي. يلا عزيزتي رغد. اختي اقرا اي من الجمهوريه اي مواليد 87 23/4. طيب عنا الرزق عنا الرزق والصحة والحظ وياهم. أسألك سؤال؟ اي وياك. أفراح أفراح عندها إشكال مع الشريك أو خلافات الآن؟ اي نعم منفصلة هي. صح كلامي؟ اي صحيح. طيب اليوم تسألينا عن ارتباط آخر ولا شو تسألينا؟ عن الرزق يعني طيب عن النصيب. ما اعرف يظهر معاها اولاد اثنين او ربما. إيه صحيح. صح عن زوجها. صحيح. اسمعيني والله إيه. راح يحصل ظاهره طبعا كسوف الشمس يوم 6 ابريل تمام، عدها بالحمل في شرف بيتها إيه. وعدها برج كلش مهم، هذا البرج قد يكون هو اللي هيئها للانفصال سابقا، يعني هو السبب في الانفصال مسبقا. إيه؟ ظاهرة كسوف الشمس اللي راح يصير في بيتها عدها بالضبط. اي نعم. باي. اول شيء تخاف على واحد من اولادها، هاي اول هام عليها إيه؟ الانتباه لهذا الطفل، واحد من اولادها. اثنين. اي صحيح. صحيح؟ اي صحيح على بنتها بالمدرسه. تمام. الشيء الاخر هذه الظاهرة راح تبدلها هواي تفاصيل على مسار الصحة والجمال والحظوظ وأيضا الزواج. يعني هذه الظاهرة شوفوا أنا ليش قبل قليل إحدى الأخوات اللي كنا نتحدث عنها قلنا ممكن يكون الشريك ثري أو ممكن يكون ذو قيمة، هسا القيمة ممكن يكون مؤدب، ممكن يكون ابن عالم، ابن ناس، عنده شيء مهم يمارس مسائل مهمة، عنده عمل مهم. شريكها القادم راح يكون هو بيت الحظوظ عندها، يعني تسعد إن شاء الله بشراكة جدا ناجحة على الفترات القادمة، طبعا تستمر من شهر السادس. واضح كلش هذا الموضوع. بس تخفي الآخرة الله يخليك. ما أدري فراس نكمل ويا حبابة تسميك. يلا يلا رغد.
زهراء بنت جمهورية. اي زوز نعتذر منك يا رغد، شوفي هو اتصال الكتروني، يعني كنا نحاول انه نكمل، لكن يلا عاود الاتصال عيوننا لك. يلا الى الو اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، يا هلا، رمضان كريم. رمضان كريم. اي خليك يا رب من معانا. ويا القنية. عفوا قنية. حنين من وين تتصلينا؟ غنية. غنية. غنية؟ اي غنية. من وين غنية؟ من واسط الكوت. حي الله واسط الكوت. مرحبا. يا مرحبا غنية، أول مرة تتصلينا؟ والله المرة الثانية قبل سنتين. سنتين. زين ليش؟ يومي قاعد أحاول ما أحصل حتى حاضرين رقمي. سنتين؟ سنتين سنتين وما تحصلين؟ اي والله. وزين يعني. قبل سنتين حصلتش مرة. اي؟ اي، خير من الله، بس أنا عدة صحة تعبانة صحتي. يعني توقعنا لك كان اكو توقع زين استفاديتي من يعني من حضورك ويانا؟ اكو شيء صار عندي صحيح توقعت لي اياه ماديا. زين الله. الحمد لله والشكر يا ربي. تمام. ماشي. انا برج الجدي. طيب؟ الجدي برج. اها. 78. انت 78. 78 انت؟ ايه. طيب الجدي. زين. انا صحتي تعبانه دائما، نفسيتي جسمي تعبان ماديا، كلها عندي تعبانه. ميزان ما اقول صدمه، سمنه عندي كلها. باي. تعرفين شنو السبب؟ شنو؟ السبب انه جيتو من الابراج المهمه اللي هو يعتبر هو طبعا في كوكبين كلش مهمات، الا وهو راها ثم جيتو، هذول كانوا برج واحد. يعني بقديم الزمان انشطروا واصبحوا اثنين. جيتو في اعلى نقطه يراه هو الخير، وجيتو هو اللي فوق منك. يعني احنا شو نقول، نوصفها ببساطه، انه انت ساكنه في شقق سكنيه وانت في التحت وكل السكان فوق من عندك، هذول كلهم ممكن يشكلوا لك اشكالات خطره عليك، تمام؟ فهذا الكوكب هو اللي سبب السمنه، هو سبب مشاكل النفسيه، هو سبب انت حتى ما عندك خلق تتحدثين مع الاخرين، هيك واصله مرحله. صحيح صحيح. تمام. تعبانه كل تعبانه، رجليه ما تقوم جوعان. باعي. ما تقول تعبانه. اكيد اكيد. انت مواليد 78، الثمانيه ايضا هي من رقم الانفينيتي اللي هو كان رقم صعب، كان يسبب لك متاعب كلش، يعني بس هذا العام هو عام حلو. تعرفين شو وقت؟ راح يكون ممكن اذا حسبنا هسه جيتو راح يعبر على الميزان، راح يكون اكو كسوف وخسوف اعلى نقطه، ممكن شويه يصعب لك المسائل، بس على بدايه 25 انت حياتك تتبدل بطريقه غير اعتياديه. تدرين ليش؟ لا حتى تحولت براسي طبعا. الطبيب يقول لي ما عندك شيء. مفاصل ركبي ظهري يعني كلش منتهيه تعبانه ما اقوم لهنا، وانا عندي يسامه. الله يعينك. منتهيه تعبانه كلش ماديا حتى المادية يعني صدمة. زين شنو رأيك يا غنية، بنت منو؟ بس وجيدة. مجيدة؟ وجيدة. وجيدة. وجيدة غنية ووجيدة. ايه. دادا غنية. ايه. الله الغني، عام 25 يليق عليك بطريقة المال والصحة، وحتى شوفي انت شقد هسه مليانة راح تنحفين. يا الله. انا تذكري كلام. انا ما يتنازل وزني دائما. اي لا هذا كله بفعل الزهره كانت تتقدم، بعدين الزهره عبرتك وهي في البيت الثالث، فهذا لسه من شانه انه يعطيك شيء من السمنه، تمام؟ فقريبا تنتقل راح يصير في الحمل، وعندك ظواهر كسوف الشمس في اعلى نقطه هنا تحضرك الى بدايه التغيير، يعني 15 سنه انت تعبانه، ال 17 سنه القادمه راح تكون ان شاء الله خير سنينك والشهور ان شاء الله تليق بيك، لان الثمانيه طاقه الثمانيه ان شاء الله هذا الكود هو ممكن انه، لان هو طالما راهو في اعلى نقطه وجيتو اعلى منك هو من يسبب لك التعب والارهاق وصعوبه العمل، يعني يصعب لك مسائل الحياه شويه، فما تقلقي. الطبيب ما مساعدني، ما تعب، اروني الطبيب اللي ما بيجي. اي طبعا طبعا طبعا، هذا هو، هذه هي العقد القمريه، هذا هو العقد القمريه.
احس البشر كله ما يرتاح لي، كله ما يخدمني، كله ما ادري. طبعا اكيد تمام واضح هذا الموضوع. وحتى صاير في شيء من العزله، صار انه انت مالك خلق احد، ما تحبين الاختلاطات. طبعا هاي التنافرات متابعينا، هذه التنافرات احيانا هي والله فعلا المقابلات. يعني في اشخاص كانوا جدا اجتماعيين وكانوا كلش يحبون العلاقات الاجتماعيه والظهور والمحلات وغير ما كان، ويظهرون وكذا، تشوفه فجاه انه اصبح في عزله واصبح يعني كلش منغلق. هذا هو سببها ايضا المقابلات الفلكيه، تمام، اللي تاخذك ممكن لسنه وسنتين ترى تطول يعني زين، وفجاه اشوف هذا الشخص يقول له هذا كان شكله، هذا كان مو هالشكل طبعا، والله متغير هذا. هذه هي العقد القمريه لما تعبر على تاريخ الميلاد. والله اتمنى يقعدون قدامي هالفلكيين دول اللي كيف مسطرون علينا. ست اقول له بس تعرف العقده القمريه لما تعبر على تاريخ الميلاد شو تسوي؟ يلا اروح الى الو اخر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، يا مرحبا. صباح الخير شكلي. صباح العافيه، رمضان كريم. أنا علي من بغداد. علي أول مرة تتصلنا؟ أول مرة. حياك الله علاوي، أهلا وسهلا. شلون رمضان وياك؟ صايم ولا شنو؟ صايم الحمد لله. يلا إن شاء الله يتقبل طاعاتك يا ربي. يلا علاوي. مواليد 16/12. طيب. 79. أنت 79؟ 79 16/12. تمام. طيب عن القوس شنو تسألنا؟ أريد عن الصحة والرزق والنصيب والحظ. راح أسألك أسئلة يا علاوي حتى نكمل قراءة خارطتك ونتوقع لك الباقي. أول شيء كأنه أنت مضيع شيء أو فاقد شيء أو خسران شيء كلش مهم ومؤثر على وضعك أو على نفسيتك. يعني تقريبا. تقريبا ولا إيه؟ تقريبا. تمام. مسائل متعدد العلاقات او ربما شوف، هو في فتره من الفترات انه هو الشريك او العلاقات اللي انت يعني كانت من داير مدايرك مو هي السبب، يعني انت السبب، مزاجيتك، انه انت تنسحب فجاه، انه انت مالك خلق تكمل بهذه العلاقه، انه انت تبدي بشيء وما تتممه. حصل معك؟ نعم. تمام تمام تمام. عموما أنا في طالعك ثلاث أشخاص، هسه ثلاثة أفكار، ثلاث أشخاص، ثلاث قضايا ممكن تظهر، هذول مقلقين بالنسبة إليك، قد يشكلون شيء من القلق. نعم. تمام علاوي؟ تمام. تمام. عموماً ظاهرة طبعاً خسوف الشمس اللي راح يصير في أعلى نقطة يوم 6، وأيضاً القمر من بعد بكرة راح يكون في البيت الثاني عندك، أيضاً في شرف بيته، القمر يكسب في شرف بيته، خسوف القمر في شرف بيته. هذا الموضوع يخلصك من أشياء الخوف اللي في داخلك ويهيئك إلى نصيب. في طالعك فتاة بيضاء، بيضاء صافية الشكل، قد يكون جمالها في عيونها أو عريضة الجبين أو ذو شعر أسود، أو في 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 سيدة ذو قيمة، يعني ممكن أنه تضيف لك قيمة أو أنت تشعر عندها قيمة أو المهم. من حيث العلاقات هذا العام طبعا القوس على فكرة طالعك هو العقرب، والعقرب مهيئ بطريقة غير اعتيادية لجني الأموال وجني العلاقات الاجتماعية، فأنت تأخذ من طوالعك اللي كان على الطالع والميلادي. فنحن نتحدث المالي، الوضع المادي في تحسن، والعلاقات الاجتماعية في مسائل ترمم. يعني هذا الشرخ اللي في داخلك ممكن أنه تتخلص من عنده، لأنه كأنك موجوع أو قلق من شيء كنت. بالعموم هذه الظواهر تنتهي قريبا، يا أنت ناوي لسفر يا في شخص قادم من سفر، وبكل الأحوال في فائدة مصلحة مشتركة مع أشخاص تجمعك هذا العام. فالمسائل جدا إيجابية يا علي. عن الحظ، الحظ ماذا تقصد بالحظ؟ أنا حكيت لك على طاري العلاقات الاجتماعية والمال. أرقام الحظ أو أن تسأل عن رقم الحظ والكود فهو 8 لهذا العام، وأنا أنصحك بطاقة الانفينيتي اللي نشوفها احنا دائما يلبسوها يعني هواي شبابنا وبناتنا، اللي هي تكون بشكل الثمانية لكن بالعرض، يعني يلبسوها هالشكل اللي صايرة. فهاي يعني طاقة جدا إيجابية. هواي أخبار بحياة القوس أيضا راح إن شاء الله تتحسن. معاي علي؟ نعم نعم. تمام يا رب خير. تأمل على شيء ثاني بعد؟
علي؟ قدنا الاتصال بعلي، شكرا جزيلا لك. طيب الى الو اخر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. رمضان كريم. رمضان كريم. الله أكرم، ينعاد بالخير والنصرات يا ربي. من معانا؟ فاطمة من بغداد. فاطمة أول مرة تتصلينا؟ لا لا. أريد عن مواليد الحمل. مواليد منو؟ برج الحمل. الحمل اللي هو منو الحمل؟ 15/4. طيب منو حمل؟ 2009. بتول بنت نهلة. بتول بنت؟ بنت بتول بنت نهلة. نجلة؟ نهلة نهلة. نهلة. نهلة ايه. بتولة ونهلة. يلا ايه. ماذا تسألين عن النصيب؟ عن البتول. عن النصيب. يلا. عن النصيب. لمواليد الحمل بصورة عامة. طبعا هسه يقولون يسأل سائل ميس مو تقولين مو برج الحمل كل واحد وبصمته. زين ليش اليوم انا اخص برج الحمل بصورة عامة؟ تدرين ليش؟ معايا؟ نعم. تدرين يا فاطمة؟ نعم. طيب هذه المولودة تحظى بشراكات من بعد شهر الخامس 15/5. ظاهرة كسوف الشمس في اعلى نقطة في الحمل متحدة مع راهو اكبر واخطر كوكب في بيتها، تمام؟ فهذا الموضوع تمام. من شأنه أنه يجلب لها شخص متوسط القامة، أبيض الوجه، منير مضيء الوجه، ما أعرف في شيء حلو عند هذا المولود. فإن شاء الله مو أنا أشوف الفلك يقول قاعدة في كوشة الأعراس إن شاء الله، تمام؟ فنطر إن شاء الله من بعد 15/5 الحظوظ معاها تفلق الحجر والله ما شاء الله تمام. ما شاء الله. شكرا لك يا حبيبتي يا فطومة. طيب يعني قبل لا اختم حبايبنا يمكن يسال سائل ميس، مو قلتي هذا العام صعب وما بقرانات ولا حد عن توقعات برج اخر؟ شكرا لك فطومة حبيبتي، شكرا. نحن بالدقائق الاخيره يعني خلص بلشنا نختم. ويسال سائل ميس انت قلتي هذا العام عام صعب ما يصلح لا للقرانات ولا للزواجات ولا 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 ولا, ولا. لا هو يصلح للبدايات للقران ويصلح للتداوي والشفاء، تمام؟ فاللي يقترن أو اللي ينخطب بهذه الفترات يأجلها من بعد منه؟ من بعد هذا العام يعني 25 أنت قرنتي توكل على الله. غير هذا العام ما يصلح لك الزواج أبدا لأنه مو للبدايات، تمام؟ طيب إذا نتجهز حبايبنا لظواهر الخسوف والكسوف اللي أو التي سوف من شأنها تغير العالم. طبعا تفاصيل كلش حلوة معانا بزاكروس، تنتظرونا حبايبنا إن شاء الله بالفترات القادمة. مع السلامة.